نور أضاء بصيرتي فضاءني لما تذكرت الحبيب محمدا وكأنما سطعت شموس في دمي وكأنما قمر السماء تعددا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحية طيبة لمشاهدينا الأعزاء، ولازلنا مع الغزوات، وقد تحدثنا عن الغزوات والسرية التي مضت معنا في الحلقة الماضية، وقد تحدثنا على أن هناك غزوة بدر الأولى أو ما يسمى بغزوة بدر الصغرى، واليوم في هذه الحلقة إن شاء الله وجل وعلا سنتحدث عن غزوة بدر الكبرى، هذه الغزوة الفاصلة الفارقة بين الحق والباطل. هذه الغزوة الفاصلة في تاريخ الدعوة الإسلامية، والمعنون لها في القرآن الكريم بيوم الفرقان، لها خطوات قبل الالتقاء فيه، وله أحداث جسام عنده وبعده، وهذه هي الخطوات التي تمت من الجانبين الإيماني والكفري، أي التوحيدي والشركي. ما هي هذه الخطوات؟ قافلة تجارية كبرى لقريش خرجت من الشام يقودها أبو سفيان ورجاله في طريقها إلى مكة المكرمة، هذه الأولى. إذن سبب الغزوة هو هذه القافلة. قبل أن أتحدث أحببت أن أنبه مستمعين المسلمين أولا، أما الذين يكيدون للإسلام ويكيدون له فيقولون ما يشاءون، لكن نحن نريد أن نبين لأحبائنا المؤمنين المسلمين أنه بعض الناس من المغرضين الذين يريدون الإساءة لرسول الله ولدين الإسلام بصفة عامة يقولون بأن محمدا هو الذي يخرج معترضا فهو إذن من قطاع الطرق. نقول لهم هذا رأيكم وهذا فهمكم، وإلا فمحمد صلى الله عليه وسلم وصحبه كانوا يخرجون لاعتراض قريش ولا يعترضون أي قافلة أخرى، لم يعترضوا أي قبيلة أخرى إلا قريش، ما يخرجون إلا لعير قريش. لماذا؟ لأن قريش هي التي ظلمتهم وهي التي اعتدت عليهم وهي التي أخرجتهم من بيوتهم وهي التي أخذت أرزاقهم وأموالهم وطردتهم من مكة، فلذلك هم ما يفعلونه ليس بقطع الطريق وإنما هو استرجاع الحقوق. تنبيه مهم جدا أنبه به إخواني المسلمين حتى لا يغتروا بأقوال بعض المغرضين الذين يريدون الإساءة للأسف الشديد. قلنا قافلة تجارية تخرج من الشام متجهة إلى مكة، يصل خبر القافلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فينتدب بعض أصحابه لاعتراضها إذا مرت بالحجاز، لعل الله تعالى أن ينفي لهم إياها، أي يرزقهم ما تحملهم من بضائع وسلع نافعة وعظيمة، وهم أحوج ما يكونون إلى ذلك، لأن أموالهم كما ذكرنا إخوة الإيمان تركت في مكة وفروا بأنفسهم مهاجرين فصادرتها قريش منهم. ولنستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها. فخف بعض وثقل البعض، لأن الأمر ما كان ملزما وإنما ما كان ملزما لأحد، وإنما هو مجرد عرض لا غير، النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليهم فقط ولم يجبرهم ولم يلزمهم بشيء، كما أنهم ما كانوا يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم سيواجه حربا أو يلقى قتالا. أبو سفيان يذن من الحجاز بقافلته وهو ذا يتحسس الأخبار، أبو سفيان داهية قبل إسلامه وبعد إسلامه، أبو سفيان كان داهية، كان رجل سياسة محنك، بدأ يتحسس الأخبار ويسأل كل من يلقى من الركبان خوفا من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يعترضوا طريقه، وفعلا أصاب خبرا من بعض الركبان مفاده أن محمدا صلى الله عليه وسلم
قد استنفر أصحابه أصحابا له لعيره ولعيره قد استنفر أصحاب أصحابه له ولعيره فقوي بذلك خوف أبي سفيان فاستأجر ضمضم ابن عمرو الغفاري وبعثه إلى مكة ليستنفر قريشا فيخرجوا لحماية عيرهم التي بها أموالهم في مكة. كل هذه أحداث كانت تترتب يرتبها رب العزة ولا يعلم بها لا أبو سفيان ولا رسول الله ولا ولكن هي هكذا بمشيئة الله تترتب لغرض أراده الله سبحانه وتعالى. في مكة ترى عاتكة بنت عبد المطلب رؤيا أفزعتها، وذلك قبل قدوم ضمضم الغفاري، يعني قبل أن يقدم ضمضم الذي بعثه أبو سفيان إلى مكة بثلاثة أيام. فتبعث إلى أخي العباس تقول له: يا أخي، لقد رأيت الليلة رؤيا أفضعتني، أفزعتني، أخفتني، وتخوفت أن يدخل على قومك شر ومصيبة. فقال لها: وما رأيت؟ قالت: رأيت راكبا. انتبهوا إخواني، هي عاتكة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ترى رؤيا قبل أن يصل ضمضم. قالت: رأيت راكبا أقبل على بعير له حتى وقف بالأبطح، ثم صرخ بأعلى صوته: ألا انفروا يا لاغدر لمصارعكم في تلات. فرأى الناس قد اجتمعوا إليه، ثم دخل المسجد والناس يتبعونه، فبينما هم حوله مثل به بعيره على ظهر الكعبة، ثم صرخ بمثلها: آل انفروا يا لغدر لمصارعكم في ثلاث. ثم مثل به بعيره على رأس جبل أبي قبيس فصرخ بمثلها، ثم أخذ صخرة فأرسلها، فأقبلت تهوي حتى إذا كانت بأسفل الجبل أرفضت، يعني تشتتت، فما بقي بيت من بيوت مكة ولا دار من دورها إلا دخلتها منها يعني فلق من تراب. فقال لها العباس: والله إن هذه لرؤيا فاكتميها ولا تذكريها لأحد. واستكتمته إياها إلا أنه قصها على الوليد. العباس قصها على الوليد وهو صديق له، الوليد بن عتبة، واستكتمه إياها، طلب منه أن يكتمها أن لا يخبر بها أحد. فذكرها الوليد لأبيه ففشت حتى بلغت أبا جهل فغضب لذلك. فلما رأى العباس يطوف بالبيت ناداه: يا أبا الفضل، إذا فرغت فاقبل إلينا. فلما جاءه قال له: يا بني عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، متى حدثت فيكم هذه النبية؟ قال العباس: قلت: وما ذاك؟ قال: تلك الرؤيا التي رأت عاتكة. قال العباس: فقلت: وما رأت؟ قال: يا بني عبد المطلب، أما رضيتم أن يتنبأ رجالكم حتى تتنبأ نساؤكم؟ لقد زعمت عاتكة في رؤياها أنه قال: انفروا في ثلاث، فسنتربص هذه الثلاث، فإن يكن حقا ما تقول فسيكون، وإن تمضي الثلاث ولم يكن من ذلك شيء نكتب عليكم كتابا أنكم أكذب أهل بيت في العرب. وبعد ثلاثة وصل ضمضم بن عمرو الغفاري ووقف على بعيره ببطن الوادي وقد حول رحله وشق قميصه وجدع بعيره وهو يصرخ بأعلى صوته قائلا: اللطيمة، اللطيمة. اللطيمة هي الإبل التي تحمل البر والطيب ونحو ذلك من النفائس. اللطيمة، اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه، لا أرى أن تدركوها، الغوت، الغوت. وتجهزت قريش وهم يقولون: أيظن محمد وأصحابه أن نكون كعير بن الحضرمي؟ كلا والله ليعلمن غير ذلك. ولما اجتمعت قريش أو أجمعت قريش المسير
ذكرت ما كان بينها وبين بني بكر من حرب، فخافت أن تضرب من خلف. إلا أن إبليس جاءهم في صورة سراقة بن مالك ابن جحشم المدلشي، ابن جحشم المدلشي، وكان من أشراف بني كنانة، فقال لهم: أنا جار لكم، فلا تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه. فطمأنهم بهذا فمشوا سراعا. خرج النبي عليه الصلاة والسلام في ليال مضت من شهر رمضان في أصحابه، وذلك يوم الاثنين لثمان ليال خلونا من شهر رمضان، واستعمل على المدينة عبد الله بن أم مكتوم، إلا أنه رد أبا لبابة من الروحاء واستعمله على المدينة، وأعطى اللواء مصعب ابن عمير، وكان أمامه صلى الله عليه وسلم رايتان سودوان، العقاب وكانت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والأخرى مع بعض الأنصار، وكان معهم 70 بعيرا يعتقبونها أو يعني يركبون بالتوالي، وهم 314 رجلا، وليس معهم إلا فرسان، فرس الزبير بن العوام وفرس المقداد بن عمرو. ثم سلكوا طريق العقيق على فجر الروحاء، ونزل صلى الله عليه وسلم ببئر الروحاء ثم ارتحل منها، فترك طريقا على يساره وسلك ذات اليمين وقطع الوادي إلى مضيق الصفراء، ثم بعث بسبس الجهني وعدي بن أبي الزغباء إلى بدر يتحسسان له الأخبار عن أبي سفيان وغيره. ثم صار سالكا ذات اليمين على وادي ضفران، ولما قطعه نزل، وقد آتاه الله تبارك وتعالى وقد آتاه صلى الله عليه وسلم الخبر من مسير قريش ليمنعوا عيرهم. جاءه الخبر بأن قريش قد خرجت وتأهبت لمواجهة النبي صلى الله عليه وسلم ولحماية العير، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم عن مسير قريش. النبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه وقال: ما كنا خارجين من أجل المواجهة، ولكن قدر الله ما شاء فعل، الآن خرجنا من أجل القافلة، ولكن قريش قد خرجت لتدافع عن قافلتها، فنحن الآن أمام هذا الجيش وأمام المواجهة. هنا قام أبو بكر رضي الله عنه فقال: وأحسن، يعني قال أحسن الكلام، ثم قام عمر فقال أحسن الكلام، ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله امضي لما أمرك الله، امضي لما أمرك الله به، فنحن معك، والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد، إلى برك الغماد، برك الغماد موضع في أقصى اليمن، يعني مكان بعيد، ومع ذلك هذا الصحابي الجليل قال: يا رسول الله والله لو سرت بنا إلى برك الغماد، دليل على بعد المسافة، نحن مستعدون. قال: لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا، ودعا له به. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي أيها الناس. الآن تكلم أبو بكر وعمر والمقداد، كل هؤلاء من المهاجرين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد شيئا آخر. قال: أشيروا علي أيها الناس. فوقف سعد بن معاذ وقال: والله لكأنك تعنينا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنك تقصدنا، تريدنا أنحن. قال: أجل. فقال سعد: فقد آمنا بك وصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، فامض يا رسول الله لما أردت ونحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا أحد، وما نكره أن تلقى بنا عدوا غدا، إلا إنا لصبر في الحرب، إنا لصبر في الحرب، صدق في اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. فسر رسول الله، دخل السرور على وجهه،
فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول سعد ونشطه ذلك فقال سيروا وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم والله لكأني أنظر الآن إلى مصارع القوم. وطلب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه أن يشير عليه، وكان يعني به الأنصار. تدرون إخواني النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة كانت بينه وبين الأنصار شروط، فلذلك كان يطلب المشورة منهم حتى لا يخرق الشروط. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخرق المواعيد عليه الصلاة والسلام، لأن شروط بيعة العقبة التي كانت بينه وبينهم لم تتضمن نصرتهم له خارج المدينة وإنما داخلها فقط. الشروط كانت اتفاق على أنهم ينصرون النبي داخل المدينة، يحمونه ويحاربون معه داخل المدينة، لكن خارج المدينة لم تكن في البنود والشروط. فلذلك قال أشيروا علي أيها الناس، فخاف أن لا يقاتل معه من خرج يعني معه إذا خرج. فلذلك طمأنه سعد بما قال وسر به صلى الله عليه وسلم وتابع سيره تجاه بدر حتى نزل قريبا منها. هذه بعد التدابير الحربية. ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر والأصحاب وركب ليمسح المنطقة التي نزلوا بها. بدأوا يتحسسون المنطقة التي نزلوا، يعني منطقة المعركة، تعرفا إلى ما في المنطقة وتطلعا إلى أخبار العدو والعير وقريش معا. فعثر على شيخ يقال له سفيان الضمري. النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في تحسسهما للمنطقة وجدا شيخا كبير السن، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عير قريش وعن محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه وماذا يعرف عنهم. فقال للرجل لا أخبركما حتى تخبراني من أنتما، أنا لا أخبركم بشيء حتى تقول لي من أنتما. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخبرتنا أخبرناك، إذا أنت أخبرتنا نحن نخبرك. في هذا القول من الحيطة والاحتراس ما فيه. فقال الشيخ أذاك بذاك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقال الشيخ مخبرا قد بلغني أن محمدا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا. انظروا إلى الدقة في تتبع الأخبار والآثار. قد بلغني أن محمدا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا، فإن صدق الذي أخبرني فهم اليوم في مكان كذا وكذا، للمكان الذي نزل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أشار إلى المكان الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالتدقيق. وبلغني أن قريشا خرجوا يوم كذا وكذا، فإن صدقني الذي أخبرني فهم الآن بمكان كذا وكذا، إشارة إلى المكان الذي هم فيه الآن وهو بالعدوة القصوى. ثم قال وأنتما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن من ماء، أي من جنس الماء الذي خلقنا الله تعالى منه، لقوله سبحانه وتعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. فكانت منه صلى الله عليه وسلم هذه تورية حسنة يتطلبها الموقف، أن النبي صلى الله عليه وسلم لو قال أنا محمد لا وصل الخبر إلى قريش ولا عرفوا مكانه ولا. ولذلك هذا يعني كما يقال في القاعدة الحرب خدعة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكذب على الشيخ، قال لو إن خبرتنا أخبرناك. فلما أخبره بالأخبار التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أجابه وقال نحن من ماء. النبي صلى الله عليه وسلم يقصد ماذا؟ الماء، نحن أصلنا من ماء، ها؟ من نطفة أمشاج نبتليه، ولم يكذب عليه. لكن الشيخ ذهب عقله إلى الماء، لأن الناس في العرب يعرفون الأماكن بالمياه، بالآبار التي يسكنون بجانبها، ماء فلان ماء بني فلان. ولذلك أخذ الشيخ يردد كلمة ماء محتارا في هذه التسمية، أمن ماء العراق هما أم من ماء كذا؟ وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المعسكر. هذا تدبير آخر. وفي المساء أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا والزبير وسعد بن أبي وقاص في رجال يتحسسون العدو ويتعرفون أخباره، فعثروا على رجلين يسقيان الماء لقريش،
فأتوا بهما إلى المعسكر الإسلامي فسألوهما، فقال نحن سقات لقريش، نحن سقات نسقي الماء لقريش. فأنكروا عليهما ذلك، الصحابة علي والزبير وسعد بن أبي وقاص أنكروا على هذا هذان الرجلان هذا الأمر ولم يقبلوا منهما ذلك، واتهموهما بأنهما سقات للعير لا لقريش، رغبة من الأصحاب في العثور على العير لا على النفير، لأن الصحابة ما خرجوا للقتال، هم يريدون العير القافلة ولا يريدون النفير، لأن العير لا شوكة فيها بخلاف النفير، وهم يودون غير ذات الشوكة كما قال تبارك وتعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. نعم، الصحابة يريدون غير ذات الشوكة. وسألوهما فلما أصر على ما قال ضربوهما فأوجعوهما، فقال إنهما لأبي سفيان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة التي يعذب فيها هذان الساقيان يصلي، فلما سلم من صلاته صلى الله عليه وسلم قال لهم: إذا صدقاكم ضربتموهما وإذا كذباكم تركتموهما، صدق والله إنهما لقريش. أخبرنا عن قريش، فقال هم وراء هذا الكتيب الذي ترى بالعدوة القصوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم القوم، كم عددهم؟ فقال: كثير. قال: فما عدتهم؟ قال: لا ندري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم ينحرون من الإبل؟ قال: ما بين 9 إلى 10، يعني ينحرون 9 إبل إلى 10. فقال صلى الله عليه وسلم: إذن القوم ما بين 900 والـ1000. ثم قال لهما: فمن فيهم من أشراف قريش؟ قال: عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو البختري بن هشام وحكيم بن حزام فذكر كم من هائلا من أشراف قريش. وهنا أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وقال: هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاد كبدها، جمع فلد أي قطعة، هذه مكة ألقت إليكم بكبدها. ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فنزلوا مكانا قريبا من العدوة الدنيا لا ماء فيه، فعطش المعسكر وأصاب بعضه جنابه بالاحتلام، فلم يجدوا ماء يغتسلوا به، ووسوس إليهم الشيطان والعياذ بالله، وسوس لبعضهم: كيف تقاتلون غدا وأنتم جنب؟ كيف تقاتلون ولا ماء عندكم؟ قد تموتون عطشا، إلى آخر ما يلقي الشيطان من الوساوس في النفوس. فأكرمهم الله تبارك وتعالى فأنزل عليهم مطرا، فسقوا واغتسلوا ولا بد الرمل ليسهل الكر والفر عليهم. وفي هذا يقول الحق سبحانه وتعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. نعم، هذه إخواني بعض التدابير التي كانت قبل معركة بدر. وإلى هنا أقف في هذه الحلقة، لنستمر في الحلقة القادمة إن شاء الله جل وعلا في الحديث عن بقية الغزو بإذن الله جل وعلا. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.